السلام عليكم. وعليكم السلام. تبارك الله عليكم. بداية كنباركوا الأخ ياسر بالدعاء ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف مثل هذه المناسبات، نقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع الله بينكما في خير. اطلب الله يرزقكم الذرية الطيبة التي تعبد الرحمن وتطرد الشيطان، آمين. ونباركوا الوالد ديالو سيدي عبد الله النهاري بهذه المناسبة، وبحقيقة كي قال الأخ كريم الله يجزاه بخير، والله إلا المحبة هي اللي جاتنا. هذا الرجل نحبه في الله، والمؤمنين كاملين الحمد لله اللي حاضرين في هذه الوجوه كثيرة اللي شفناها في هذه الليلة، يسعد الله تعالى أننا نحبكم في الله. وجينا باش نرسم واحد الابتسامة على وجوه الحاضرين، نطلب الله يفرحنا وإياكم بلقاء الله عز وجل. آمين آمين. نبداوها مع واحد السيد سميتو أشعب الطمع. هذا أشعب كان يضرب به المثل في الطمع، لدرجة أنه كان يشوف قدامه الحاجة عينيه يخرجوا كيف ما بغات تكون، وبالخصوص إذا كانت حاجة ديال الماكلة. وسبحان الله كان يضرب به المثل بالطمع منذ الصغار ديالو، اللي كان صغير كان معروف بالطمع لدرجة كانوا يحكيوا عليه. واحد النهار عاودوا للخليفة المسلمين آنذاك، قالوا له راه كاين واحد وليد سميتو أشعب راه معروف بالطمع ديالو. واحد النهار خارج هو والحاشية ديالو كيتجولوا في شوارع المدينة، وأشعب كيلعب مع شي وليدات، ويقول له داك الوزير ديالو قال له راه هو داك أشعب الطمع اللي قلنا لك عليه. عيط له قال له اجينا. جا عنده جبد واحد الدينار وعطاه له قال له هاك هاد الدينار. أشعب قال له لا ما تشدوش عليك. قال له ما شفتوا انتم كترميوا الباطل على السيد، راه هو ماشي طمع، هو راه مبغاش يشد الدينار. الاخرين حار لهم العجب كيفاش هاد الولد، قال له هاك شد هاد الدينار. قال له لا ما تشدوش عليك. قال له علاش ما بغيتش تشدو؟ قال له حقاش با ما يبغيش. قال له سير عند باك وقول له راه امير المؤمنين عطاني دينار. قال له واش غادي تيقني باب اللي عطاني امير المؤمنين غير دينار واحد؟ شوف الطمع كيفاش جاي. واحد القصة وقعت له مع أبو جعفر المنصور، وكان أميرا من أمراء العباسيين نهار كبر. ولكن سبحان الله الناس رغم حبهم للأشياء ما نساهمش الأصل، حبهم الله تعالى وحبهم الكتاب الله تعالى وحبهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أشعب من حفاظ كلام الله عز وجل، كان يحفظ كتاب الله. وكان وفي هذه القصة نشوفوا كيف تعايش مع كلام الله، وأن هذه الناس رغم حبهم للأشياء ما نساهمش الأصل. فدخل على أبي جعفر المنصور في مجلس الإمارة دياله، وهو جالس في مجلس الإمارة وحط قدامه واحد تبصيد اللوز. قال له السلام عليكم يا أمير المؤمنين. هو شاف فيه وكيشوف التبصيد ديال اللوز. أبو جعفر المنصور عارفه يموت على الماكلة، فعارفه كيقول له أعطيني. هز واحد اللوزة ورمها له. أشعب من كثرة حبه للطعام ماشي قبضها بيده ويديها لفمه، عرض لها ديريكت فمه طق كلاها. شاف فيه قال له يا أمير المؤمنين ثاني اثنين إذ هما في الغار. الزوجة ورمها له. قال له فعززناهما بثالث. رمى له الثالثة. قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليك. رمى له الرابعة. قال له خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب. الخمسة والستة. قال له سبع ليال وثمانية أيام حسومة. السابعة والثامنة. قال له وكانت تسعة رهط في المدينة يفسدون ولا يصلحون. رمى له التسعة. قال له ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. رمال العشرة. قالوا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. رمال الحداش. قالوا إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا. رمال الثلاثة. قالوا إن يكن منكم عشرون صابرا. قالوا يا غلام هل ستبصي أعطيه له كامل؟ قالوا والله يا أمير المؤمنين تضرتك الدرهم تقلونا، ولو لم تعطيني الطبق لقلت لك وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. مهم تبصي حاصر عليكم عزيزي وصف برس عليك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحباب الكرام تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. مهم العريس ديالنا السي ياسر، نقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع الله بينكما في خير. طلب الله تعالى يرزقه الذرية الصالحة، ونجي عاوتاني نتعشاو كما هاد العشاء إن شاء الله. غادي ننتقلوا من الأناشيد للغو. نلغوا شوية على بعضياتنا. نحكي لكم واحد القصة قديمة. واحد المرة كنت نتمشى ولغالي واحد شعر. ما شاء الله سكران. الغالي قال لي أسي محمد
روح نقول لك مشيت عندو علاش انت ما قادش تاي وقف ما غاديش يضربني مشيت له قلت له السلام عليكم اخويا كلاباس واش قال لي غادي نسولك سؤال وجاوبني عليه الا جاوبتني نقول لك باز ياك انت قاري قلت له قالوا والله اعلم ماشي كاع اللي قاريين قاريين راه شحال من واحد قاري وما قاري والو قال لي شحال جاوب قلت له كمل قال لي شحال كاين من سد في المغرب وقدر نحسب الله اعلم من انت عشت كل شيء ولي سودو انت في لاش الفوقي ولي سد قلت له قلت لك ما كانش عندنا بخراره قلت له 84 سد الجواب خطأ زيرو قلت له 24 الجواب خطأ قرية تاع الوش قلت له 3 قال لي الجواب خطأ ما راك فاهم والو قلت له قول لي انت اللي فاهم شحال كاين من سد في المغرب قال لي كاين سد واحد قلت له كي سميتو قال لي سد فمك غير هما في الإعلام يهضروا على المرأة واش راكم ملاحظين واحد القضية باللي أنا شي مرات نجلس بالصح بالصح وكنقول واش بواتنا وجدودنا كانوا دايين الرجال والله العظيم بالصح بالصح فكروا معايا درك حنا ملي غادي نتزوجوا عاد غادي نديو النساء لان فكري المراه كانت تبارك الله تقعد في دارها ما تخرج حتى هذا وتربي ولادها ومخيره انا ما والله الا دروك نسولها ما كنت تلقاها في المدينه ما تعرفش تمشي للدار نقول لها ما واش كنتي مغبونه تقول لي لا وليدي وبو تعرف كي كان داير ولد كنا نخاف ونقولوا له السلام راجل سي نورمال تخرج مع امراه حنا نسى سي نورمال نديو رجال حقوق المراه قالت ما فدعونا قالك شي نساء تجمعوا وداروا رحله كار نقلب الكار كاع ماتوا الرجال داروا عزا واحد داروا خزانه واحد قعد وخايبك فهاد السيمانه الاولى يبكي السيمانه الجوجه يبكي جاو عندو قال له انت راك انسانه ماتوا مازال ما جات الطاعه هاد المره انت اللي كنت داير زعما غير تبكي قال لهم مرتين نهار الرحله مشات لدار ربها ما مشاتش مع النساء سكت سي نورمال يبكي واحد عنده مراه وعنده كلب الكلب طار على المراه كلاها جاو الناس يعزيو جات 4000 واحد 4000 راجل هادو ما يعرفونيش خرج عندهم قال لهم اخوتي راه فين غادي نوكلكم جيبوا شيتو تعزيو قالوا له لا وعلاش جيتو جينا نشريو الكلب شو سبحان الله وزارة الأوقاف والشؤون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أغنى وزارة يا هكا يقولوا وش عادي يخلص للقيام واش غادي يمشي يخدم مع وزارة السياحة ولا يصلي مع عباد الله في اللوطير ولا بالك يخلص كثر ديروا الطوموند انا نقولها الفقهاء ديروا الطوموند للسياحة من اللي الأوقاف ما بقاش تخرج والله شوف دروك حنا نقولوا الأوقاف ما عندهمش الفلوس والله يحسب عليهم رانا حنا الشعب راه المشكلة ديالنا حتى حنا شحال من واحد عنده ديك الفكرة ديال اني جبت الفقيه ندير جوج انا كاع هاني جبت الفقيه وقرا لي القران وشد عليا الفلوس وبغيتو شد عليك التراب خصك تخلصو وتسلم له على راسو انت راك تجلس 3 شهور ما تقراش القران في دارك حمد الله دخل قرا عندك القران قال لك شي واحد كان في السعوديه المهم 40 يوم وهو في السعوديه راكو عارفين تما فهمتوا ولا 40 يوم ويبكي يبكي في كل صلاه يبكي
خشوع وهذا جا المغرب جا على ذاك الريجيم ديال 40 يوم ديال البكا جا دخل الجامع جا نهار الجمعة مسكين غير جا فات الجامع ديريكت يسمع الخطبة دخل راكم تشوفوني ياك صعب لازاري لها واحد راه يبان ليه زيد واش راك غارق لها ولا المهم دخل الجامع قعد حدا واحد مهم هذا قاعد ويدير هكذا ويلصق بالسقف ويعاود هذاك ما سمعش الخطبه قال له خايف غير طيح عليه شي وحده تشكمو بعد عليه قال بعد انا نعاود بلا واش الراجل قعد قعد حدا واحد بيني وبينكم اليوم حتى الخطبه يجيبوا النعاس قعد حدا واحد الخطيب يخطب ويدير والخور يضرب في المنبر وهذاك يفيق يقول له شكون يرقد المهم قال كي غادي تبدا الصلاه غادي نبكي خطبه فهاد الترابيد الصلاه غادي بدات الصلاه صلى الله اكبر صلى حدا واحد خلى الكاتكات محلوله يا ربي ما يشوفوهاش يا ربي ما يخونوش البوست يا ربي تخيمت عليه غاليه وصلاه خلصه يا خلاص ربي ما سمعش القران بقى داهي غير مع هذاك يدعي معاه يا ربي بصح ما يخونوش كي كمل الصلاه مشى عند الامام يجري قال له نسولك اخويا قال له شنو بغيت قال له شوف انا راني 40 يوم وانا في السعوديه في كل صلاه نبكي صلاة الجهرية فين ما كانت نبكي قالوا انت كاع ما بكيتنيش والفقيه شافيه الإمام شافيه قالوا واش راك تقول قال راني كنت في السعودية في كل صلاة نبكي قال شكون كان يصلي بكم في السعودية قال السوديس قال تعرف خلاط امك السوديس شحال يخلص بغيت تبكي ب 140 ألف ما تحشمش عطيونا غير الربع ديال الخلصه ديالو نبكي المدينه اللي حاضر واللي غايب وبالصح بالصح بالصح حنا اللعاب ديال الكره نعطيوه الملايين وهذا حافظنا الدين ديالنا الكل ما يكونش هو ما نسمعوش القران ويعطيوه جوج فرنك وماشي محقو يدير الطوموبيل بدعه مش غير فوكل الله يرحمنا امين غادي نديروا لكم دابا واحد السكتش ياك سي عبد الرزاق غادي نديروا لكم واحد الوقت طابت من برنامج كاستينغ ستار بلاش كاين اخواني بزاف اللي حضروا لهذا البرنامج اليوم غادي نشوفوا البرنامج على غير عادتي كاين جمهور اللي كتمثلوا نتوما ومعنا تصوروا معنا فرقه موسيقيه ومعنا مشاركين ومشاركات اللي جاوا مختلف مناطق المغرب استاذ دين ياك تعيشوا معنا البرنامج ديال كاستينغ ستار استاذ دين تبارك الله عليكم سيداتي أوانسي سادتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المحبوب برنامج الشباب برنامج الشابات برنامج كل من أراد أن يفجر ما لديه من طاقة مع برنامج كاستينغ ستار كما يقول واحد الشاعر هندي طمره طنجري قايلة زندقه أبني ستي زيلة واللي معناها باللغة العربية طن طايلة وتحمل قايلة وطالت الطايله وحمد القايله وجاونا مشاركين ومشاركات غادي يستقبلوا الاول ديالهم جانا من المناطق الشرقيه يحب الراي ويموت على الشاب خان رحبوا معايا بحراره بالشاب زبيكاز هيا عطونا الثقه حراره الشاب زبيكاز تبارك الله عليك شاب زبيكاز مرحبا بك جيتي باش تشارك معنا في هذا البرنامج وكلك طموح انك تحقق نتائج ايجابيه تبارك الله عليك نتعرفوا عليك ويتعرفك يتعرف عليك الجمهور جيتنا من مدينه وجده اولا فين جات مدينه وجده شاب زبيكاز تلقى راسك معنا انا طارق الجمهور كيحييك وغادي يعطوك الثقه الحاره باش تحيد الخلعه زبيكاز جيتنا من وجدة فين وجدة فين جاية فين جاية وجدة كيفاش هو فين كاينة وجدة كاينة فين كاينة فين وجدة كاينة نعرفش وجدة لا ما عرفش فين جاية تعرف غير الرباط
فين جات المدينه مدينة وجده؟ اش بيا تقول لي شكون عايش فيها؟ فين جا يا وكان غير فين جاي؟ يا بعيد فين وجده في المغرب؟ ياك انا في المغرب ولا لا؟ فين حتى ما ولا فين بالضبط؟ فين بالضبط جايه؟ فين بالضبط؟ واش وجده مشني منين تكون غادي الطريق؟ تكمل الطريق بدا لابيست كي تكمل لابيست يبدا الواد ايوا كي تكمل الواد المقبرة يا المقبرة ضر مرة 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 تمات الخير. إذا مستجاية فعل آخر شاب زبيكز نتعرفوا عليك أكثر. زبيكز هذا اسم حقيقي أم اسم فني؟ مغاربة كاملين كيتفرجوا فيك تلقى راسك كاع مغاربة والكاميرا خدامة المغاربة كاملة كاملين المغاربة كاع مغاربة كاع مغاربة كيخليهم ما كاين ما يندار. زبيكز هذا اسم حقيقي أم اسم فني؟ اسم فني حقيقي حقيقي فني فني هادي الفني ما كنت نسمعو نتاع لي واش شنو عندك لا كارطاسيون عندي شنو مكتوب فيها؟ شنو مكتوب فيها؟ خاطيني الدولاني كتبت شنو مكتوب هذيك خاطيني هذيك الكتبة شنو مكتوب فيها؟ الكتبة واش كاين واش غادي تكتب أنا ولا؟ هما كتبوا على راس كتبوا على خا توالي راه قالك تمشي بيا الناس تمشي بالفلوس علاش تمشي بلاكار؟ سميتك سميتك أصاحبي شنو سميتك؟ انا عبد القادر واذا عبد القادر هو الاسم الحقيقي الجواب صحيح الجواب صحيح سولناك على سميتك اصاحبي واش تقول لي جواب صحيح عبد القادر ولا عبد القادر ولا زبيكز هما اسمان لشخص واحد واه اسمان اللي خلي اذا تبارك الله عليك شاب زبيكز طلق راسك شويه وقف مزيان راه هذيك الرجل غير ترجم ماشي ديالي انا كتسكت فيا منين جيت واش جيت تشارك في هذا البرنامج بهذا لاطايو راك عارف جيت مزروب جبت لاطاي ديال اختي وانا عندي لاطاي ضرب القلب عارف الزربه وهذا جي من تاج مثلا وانا طاي لا في الوقفه ديال الفنانه يا اخي غادي نغني بفمي ماشي برجليا واش شاب لاطاي اللغنه واش شنو وقع لك ازبيك زيك ما درت شي حادث ما ندير ما حادث ما والو يا شنو انا جيت منين كنت في كاجما ايوا باجا الدار الخمه تغوت ايوا قال لها مالكي قالت له بغيت ايوا وصلت وقلت له انا خصها تولد دخلت وتولد ولا مال امك دخلت وتولد راه السيبا في البلاد لا مالها قبل ما تولد شحال من واحد واحد ومني تولد شحال يوليو جوج تجمع ولا ماشي تجمع خصها ترخيص ولا ما خصهاش ترخيص خصها ترخيص ايوا شنو خصها دير خصها تعلم المخزن ايوا قلنا وين غادي انا نولد ايوا يديروا له فين يقرا يديروا له فين يخدم يخدموا هادو اللي راهم يدوروا عاد تولد ما ونخدم انا يوزن تولد وهي ما دارتش هاد الاجراء من المسؤوليه ديالها كامله امام التاريخ وباك شنو دار؟ اي كان بو يساكت باش التليفون ضرب تليفون لومبيلونس جات لومبيلونس على جناح السرعه يا الما شرايبك يا قلت له هز الوالد ضرب تليفون لومبيلونس جات لومبيلونس على جناح السرعه من جناح من جناح وتراك تدرع المغرب ديالكم ولا ديالنا من جناح جناح السرعه صاحبي شنو معناتها تفكر وين عندنا جناح ما جاتش لومبيلونس واش دار الوالد؟ تما وانتهى فوق البيسكليت غير من السبيطار انا تما تعلمت الشطيح ملي دخلتي فنان في الجذور ديالك وصلت الوالدة في السبيطار دخلت تولد فين؟ السبيطار دخلت وتدخل ياك السبيطار ديال الشعب الشعب فين راه؟ الشعب فين راه؟ لا اسمح لي الشاب زبيكز راه الحكومة دارت داك القانون ديال الرامير بطاقة الرامير عندها الرامير عندها الرامير صافي عندها الرامير غادي تدخل صافي نقدر نهضر مع الحكومه تفضل مرحبا نسول الحكومه تفضل ها هي تسول مع راسك الكاميرا خدامه كل شيء راهم كاع الحقيقه نشكر الحكومه دي الحكومه ولا الحكومه دي الحكومه مراه ولا راجل باش نعرف شنو راه مجموعه الناس اصاحبي انا ما عرفتش النعمه نصب ولا نرفع ولا نجر ولا نصب ولا نرفع واش انت شنو راك باغي تقول؟ واش غادي تبدا بها مبتدا راه خصك تربع؟ ما بمبتدا ما والو راه نعرف بان ما عنديش مع النحو انا كاع انا غادي نقول لك نحو الامام وحنا ما قاريش حتى النحو المهم في الحق هذيك القضيه تاع والله العظيم نهضر مع الوزير المكلف نجي الوزير على رقبتي غادي نعطيك واحد فهمتني نقدر نسولو تفضل سول ها
سول أصحابي فين السؤال وفين راه الوجيه. عفا الحكومة ولا لاباز أحق الرب لاباز على الرميل. الحمد لله الحمد لله هذه شحال كنا مزالط واليوم ولينا مزالط بلا كارت. كي تعطيهم لا كارت يعرفوا حنا نتصل ديال بن عمك باللي مزلوط يعاملوك معاملة تليق بالمزالط. يا سيدي يا سيدي تعطيهم الرميل يدخلوك يدخلوها تولد فين يدخلوها. إذا عطاتهم الرميل غادي يدخلوها تولد. تعطيهم الرميل واش أنت راك مرض تمرض ولا عمرك ما مرض وشنو؟ كي تعطيهم الرامي تعطيوك الرونديفو. اوه الوليده حامله ب 9 شهور وتعطي 9 سنين عاد تجي تولد. انا خفت يزيد عليا خويا الداخل. انا نبغي نسرع رجليا على الكبده. هو نبغي ندير راسي على الكلاوي. انا نبغي ندير راسي على لا 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 هو يبغي ها؟ حنا العرب ما نعرفوش نتفاهموا ما نعرفوش نتواصلوا نضرب موه حتى يدور. حنا العرب شوف والله العظيم حنا العرب ما كاش كاع بحالنا كاع العرب يدبز مع خويا غير عنده يسلكهم. وا ايوا بقيت انا بقيت ما تخوت ايوا والفرمليه تخوت ايوا ديرون جاوني هو تنسلك نخليهم يتكادوا. اكيد انا ربي خلفك الصوت عندك طاقه صوتيه كبيره غنينا. شنو غتغني لنا في هذه الليله الشهر؟ غادي نغني اغنيه حول اللون الغنائي اللون الاحمر ازرق اصاحبي القطعه القطعه مستقيمه اصاحبي الموضوع واللي في الاول اصاحبي الموضوع ما تبقاش تدخل وتخرج بالعافية. يلا تفضل شاب زويك غنى الاول تو. لا تفضل اعطينا الموضوع شنو غادي نغني حول القضية السورية يعني الذين يعني يسلموا ها؟ اجدك اخويا ما غاديش نمشي عليه من خطيك صافي غادي نمشيو. لا خطيك شفت انا هنا عطاني فهمت خطيك من داك الشيء صافي سوريا. لا خطيك سوريا سوريا ما عرفنا لا اللي راه يموت ولا اللي راه يقتل ولا شكون راه حي ولا شكون راه ميت. خطيك من داك الشيء موضوع بعيد عليك هذا. يا خت انا منهم هذا ما نعرفه ما يعرفه انا هاني نزعخ. غني على القضية الفلسطينية المسجد الأقصى. خرجت من سوريا ودخلت لي فلسطين أصاحبي. قلنا غينا محلي غير في المغرب. ما قلنا فلسطين لا محلي. أنا ينزع أخويا الحين تقول غينا على فلسطين ولا؟ لا خطيك. أنا نبغي نموت ولا يقعد. لا خطيك. قلنا أنا محلي ديرنا شحال. نغني لك على المشاكل ديال المغرب. بطالة نغني على البطالة. بطالة. حنا جايبين نص الناس ولا تقلب عليهم المواجيع أصاحبي. أنا مغني ولا ويسكية نشر الناس. عطيو الشعب قرعة قرعة وشي بقى. ديرنا شي حاجة ناشطة حيوية. عطينا الثقة تحرى الشعب تفيكاز. ندخل تفضل خرج انت يلا اغنيه عندي محلي فهمت غادي كاع المغاربه غادي يلا واخا ما تحكش اصاحبي رجلي رجلي وما نحكش ولا نسرق ولا ما كنعمل لا وعود ونخلف. راك برنامج محترم لا احترام واش جاب الحكومه اللي احترام الحكومه تخلطوا جمه غادي يديروا لها برنامج ديروا حك تربح يلا زيد ملي نضوق الديسك ملي نضوق باش نعرف واش نخرج من فمي واش نبقى انا نزروط والشعب يسمع التزروط حتى ولينا كاع مزروطين. ضوق مع راسك ضوق مع راسك. طبقة فوق الطبقة وقالوا هكذا غادي تبقى وما علقة وحنا لصقة حتى تزول الفرقة حتى تزول الفرقة وقالوا قلنا قالوا قلنا قالوا قلنا قالوا قلنا طبقة فوق طبقة وقالوا هكذا غادي تبقى وما علقة وحنا لصقة حتى تزول الفرقة حتى تزول الفرقة تحتاني يترقى الفوقاني يتنقى عاد نشوفوا اش بقى عاد نشوفوا اش بقى شوفوا فينا شوفوا فينا شوفوا شوفوا اش داروا فينا طلعوا دغيا وسمحوا فينا داروا ناس اللوم طلعوا علينا طلعوا والفوق شافوا فينا شوفا وحده ودفلوا علينا شوفا وحده ودفلوا علينا زادوا في الضو زادوا في الماء زادوا في الضو زادوا في الماء واحد يشوف واحد تعمى هونا نعيشوا في الظلمه بلا رجله وبلا همه يا ربي شي رحمه وتزول هاد الغمة وتزول هاد الغمة قالوا هادي سياسة كتفيك النعاسة داروا علينا العساسة
بغاوني نخدم رقاصة. قالوا قلنا قالوا قلنا قالوا قلنا قالوا قلنا طبقة فوق طبقة وقالوا هكذا غادي تبقى هما علقة وحنا لصقة. هل تنزول الفرقة؟ تبارك الله عليك شاب تنزول الفرقة. تبارك الله عليك انتي رائع وأكيد عندك طموح وحنا تحقق نتائج إيجابية. ولكن أخويا إلا جاك أول ما قال أخويا سير شكي فادي ما كيش تبازال سير البلاصة تطول ما وشكينا أول ما أنا أنت بازال يا أمي يا الشاب وهذه العجام أنا هو الشاب أنا هو الشعب كيفاش تقول الشعمل؟ أنا الشعب شاب الحلقيز بقى معنا أنا اللي خصني نعيش بقى معنا في نهاية أنا اللي خصني نرخى بقى معنا في نهاية الحلقة حتى تسمع النتائج النهائية مع الجميع عطونا ثقة حرج شاب الحلقيز مشارك آخر أيضا أتانا من المناطق الشرقية هو شيخ من شيوخ التراث جمع بين الأصالة والمعاصرة شيخ يحب فم الرقادة والمنقوشي رحبوا معايا بحرارة بالشيخ الهبري تبارك الله عليك الشيخ الهبري مرحبا بالشيخ الهبري جيتي باش تشارك معاك راه خدام الشيخ الهبري راه خدام الشيخ الهبري الو الشيخ الهبري راه خدام الو الشيخ الهبري والله الشيخ الهبري واه الشيخ الهبري ما راكش في الفيلم راك في الفيديو ارش الشيخ الهبري 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 الشيخ ال
نتحملها. وغادي نطرح السؤال على الوزير اللي كان هذا هو اللي كان الامام الوزراء من هذا هو الوزير اللي ما كانش هذا يجاوبنا من هذا السؤال. ايها الوزير قول لي على الحوثيين، علاش الحوثيين ما تعطيهمش دوك الفريجيدالات تاع الضو؟ علاش يبيعوا الحوت هكاك؟ علاش؟ علاش ما تعطيهمش الفريجيدالات؟ كلشي مرض اصاحبي. دوختني اصاحبي راك مشيت. شيخ لابريس السيف اللي صيفط لينا البرنامج قلتي كلشي من رجالات المقاومه. مقاومة. ممكن تحكي لنا على البطولات شيخ لابريس؟ عندي البطولات. تبش فيها. جانا العيد الكبير في رمضان. شيخ. حق بطل ربي. ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ ما يمكنش. العام يدور ولا ما يدور؟ يدور. كان يدور. جا ضاير قاستو حاجة دا الكراواش. طاح العيد الكبير في رمضان. سيد بنو طاح في عاشوراء. الجمعة صليناها نهار الأربعاء. شيخ لابريس. واحد التاريخ. شنو شحال كنتو قلت لي هاد 18 شنو كنتو ديروا في ديك اللحظة؟ هذيك كنا نحتفلوا بأول مزيود زاد لنا في العائلة. الحمارة الرقطة ولدت نحتفل بيه وهجم علينا العائلة. هجم عليكم العائلة؟ هجم. ضربونا. ضربوك بالرصاص الحي. الرصاص الحي. واه الرصاص حي وحنا موتى. واه والحي والميت ما يتلاقاو والو. والله ما يتلاقاو. فين كنا واصلين؟ قلت لي ضربوكم بالرصاص الحي وحنا وانتم ما عاد قلت لكم موتى ولا شنو؟ حتى على حماك شرحنا الله. التاريخ التاريخ. ضربوكم بالرصاص الحي. الحي وحنا. شنو باش كانوا يهاجموكم؟ كانوا يضربوا كانوا يهاجمونا كانوا يضربونا بالكوبتير. بالكوبتير. واه ايوا كانوا يرموا علينا كانت وحده تفوت ترمي الزيت والدقيق وحنا نديروا عليها كي الدبان هاك. علاش؟ علاش؟ باش يجمعونا ويعطيونا قنبله وحده يجيبوا لنا ما يبقاش. واه ارماو ارما تحت عندنا واحد الحاجه كحله من السماء. انا حشيت المغرف نتاع بركوكش في وجهي. انا خرجت المغرف نتاع الشربه. الشربه ولا بركوكش؟ دوختني. هو كان بركوكش ومع الحرب ولا الشربه؟ نسيت الحرب هذه. الحرب خرجت المغرف ديال دركو. الا انت ما فهمتيش اللي راك تهضر معايا. واحد اللي راه يسمعني غادي يفهمني. قلعت انت جبت المغرف قلت لي ارمى شي حاجه طاحت القنبله. قنبولة. واه في المغرب. في المغرب. وما طرقتش. حشمت. ما يمكنش. والله العظيم لما ما وكيدا تشاهد الموقف والقنبولة في يدك. حطيت القنبولة في الأرض. إيوا. ما كنتش عارف أنا بلي قنبولة. وشنو كان حسابك؟ خمسة شريك كولا. ألغيت لصحابي قلت لهم شكون يقد يهز. شكون غادي يعرض نفسه للخطر والموت؟ كلشي يسكت. كلشي يسكت. أنا حسبتها خمسة شريك كولا مشيت هزيتها غير بوحدي. ديتها. كلشي كان يبكي. إيوا. بعدت عليهم وما بقاو يضحكوا. حسوا بالخطر بعد عليهم. زدت بعدهم وبقاو يضحكوا. راه الخطر زاد بعد عليهم. الخطر فين راه؟ راه عندك. شكون انا؟ الشيخ الهبري. انا الحمار. ما كنتش حتى صلي ياك الله دار امك. لكون مثلك وانا مشيت لجهنم ما تروس فيري. هزيتها للسماء قالوا لي هذيك قنبله بقيت نرجف. هاكاك. قلت لهم راكم ناشطين؟ قالوا لي واه. ونرمي عليهم قنبله. قتلتهم كاملين. ضحيت بهم باش نعيش انا. وهذا هو المفهوم ديال التضحيه اللي راحنا عايشين به اليوم. ضحي بالاخر باش تعيش بوحدك مزيان. بارك الله عليك شيخ لابريس. شيخ لابريس شنو اللي غتأدي لنا في هذه الليله؟ غادي قلت لنا قال بلي كدير الشعر. غادي نغني. تفضل شيخ لابريس. دولة صفة حرة الشيخ لهوري. هذا الشيخ الهبري راك عارف. راني عارف شيخ. وخار يا خلاض رمك. وخار الشيخ الهبري هذا دوك. انا خصني واحد اللي فهمت. انا راني بنمتن ترتك الرعد. بردية بردية. أنا نهار لي المتخ نظر أمك تدفنوا معايا بندير. علاش الشيخ لابريس؟ نقنط نقنط. وعلي بوحدي وكذا الواحد يقنط فهمت؟ وأنا موارف بالغيوان يا خلاص نظر أمك. وكي ندير؟ راه يقول لك أخويا في خاطر طريق وجدة وشحال تورنات. يا ولي يكسب يكسب سالسون كات. يا ولي يسكر يسكر حتى يقول له مات. يا ولي يتزوج يتزوج بالربعات إلا مشات وحدة يبقاو الخرات. بارك الله عليك الشيخ لابريس. غادي نقول لك
بقى معنا في نهايه الحلقه. ربما الوقت لا يسعف انك باش تادي لينا، راك خديت واحد الوقت مطول زعما دروك انا ما نكملش. لا الشيخ لابلي راك عارف خديت الحصه الكبيره، ما هذا عطيناك الوقت. بقى معنا في نهايه الحلقه حتى تسمع النتائج النهائيه مع هذا، بقى لنا اخر مشارك. عطونا الثقه تحرم مره اخرى للشيخ لابلي. اخر مشارك غادي تستقبلوه في هذه الحلقه، واللي رفض انه يعلن على الاسم ديالو الا تحت تصفيقات الجمهور وعزيز الفرقه الموسيقيه. مرحبا بك، نتعرفوا عليك ويتعرف عليك الجمهور. عرفنا بالاسم ديالك، قلت لنا حتى تطلع المنصه وتعرف بنفسك. تفضل تفضل. عرف بالاسم ديالك. كيف كيف؟ لا تفضل قول انت سميتك الجمهور. انت اللي غادي تقول سميتك ماشي انا. يا ولد غير بحال 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 سميتك. تفضل بحال بحال ضروري ضروري. إخواني المغاربة، معكم الشباب البكاي، مغني محترم، غن طرب الأندلسي، طرب الرماطي، وراه العرب كيابلين تقعد نكلعهم من الكره الارضيه. ما غاديش تقدر تغني. ما غاديش غنغني ولا نحرم. واش راح نلعبوا كره طايره تغني؟ ما غاديش غنغني. ما غاديش نحرم. يلا زيد غني. يلا زيد اسيدي عطوك فرصه. يلا زيد غني غني غني. الأغنية راه رقم واحد. رقم واحد تحت 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 عنوان فوق عنوان يا ربي تعاوني. واش غتغني ولا تدعي اصاحبي؟ نطلب رب. انت تكون في الجامع ولا دابا راك يعني ربي كاين غير في الجامع. ما فيهاش ربي. يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي الهضر مواتكم. يا تفكروا ربي باش يتفكركم. يا امك ليه من الفوف يا امك عمي اطلب ربي وحتى اللي فوق يلا زيد نعطيك فرصة. غادي نغني الأغنية الأولى وتبرع. يلا تبرع زيد شنو اليوم ديسك راه رقم واحد. احسب لي. يلا واحد زوج ثلاثة. مشي مشي نجري ودخل اصاحبي في الديسك. حسبت حسبتني قلت لي جري جري. يلا ديسك الاول. يلا زين مغنغن مغنغن مغاربة. اتبرعوا. جاكم الصح. جاكم ندير صيحه في عالم الفن. واخا ما عطاونيش فرصه. واخا ما بغاوش الغناء اللي بهذا الشكل. غادي نفرط قبل ما نكمل الديسك. يا امك
ديسك وتصمت على العظامك نخن كن 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 نكي غادي ندير لك ديسك تاع السياسة يلا زيد اخواتي المغربيات البرنامج تاعك كاكاسين ستارز انا مانيش عارف علاش كيجيبوا لنا برامج مستورده ويحطوها لنا ما تناسب الثقافه ديالنا ما تناسب التقاليد ديالنا ما تناسبنا بغينا التلفازه كي نشعلوها نتفرجوا حنا والدينا وخوتنا وخواتاتنا حتى واحد ما يهرب ماشي يبقى واحد حشمه من الاخر بغينا شي واحد يتكلم ويبدل ولا نخليو الخايب يزيدو مع الزين ونخليو الشعب يختار كاينه ولا ما كايناش